مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم واهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج مع الحدث، وفي جزئه الاول الذي سنناقش فيها مجريات الحملة الانتخابية الخاصة برئاسية 7 سبتمبر المقبل، وهي تتم وتختتم يومها 13. سنركز اليوم النقاش حول العمل الميداني وتنافس المترشحين لإقناع المواطنين ببرامجهم. مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة السيدة سليمة بداني، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات بحركة البناء الوطني. سيدة سليمة، أهلا بك وشكرا على تلبية هذه الدعوة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكرك كثيرا أستاذتي الكريمة منيرة على كرم هذه الدعوة. شكرا لك. وعلى يسار أسعد باستضافة المحلل السياسي الأستاذ إسماعيل خلف الله. دكتور، أهلا بك وشكرا على تلبية هذه الدعوة. مرحبا أستاذة، وحييك وحيي الزميلة والسادة المشاهدين الكرام. أسهل النقاش معك سيدة سليمة، ربما لو تعطينا في البداية وصف لأجواء الحملة الانتخابية ميدانيا، وكيف تصفين تفاعل المواطنين معها بالنسبة لكافة المترشحين يعني بالعموم. شكرا سيدة مونيرة. هو في الحقيقة ونحن في الأسبوع الثاني من عمر الحملة الانتخابية، أعتقد أن الجزائر اليوم تعيش عرس انتخابي حقيقي. لماذا؟ لأنه نلاحظ أنه كل المترشحين دون الاستثناء يجوبون أقطار الجزائر، سواء جنوبا شرقا غربا، يعني هناك حركية فعلية في الميدان عن طريق التجمعات، عن طريق الالتقاء بالمواطنين، عن طريق زيارات الميدانية. فأعتقد أنه الأجواء راهي ساخنة، وممكن الأيام المقبلة سوف تكون أسخن من هاته مما هو موجود الآن. يعني تجينا لأنه كاين يوجد تفاعل بين المواطنين وممثلي ربما أو منشطي الحملات الانتخابية. فعلا، وهذا لاحظته يعني بأم عيني في عدة نشاطات حضرتهم، من خلال نشاطات تجمعات أو حتى زيارات ميدانية، لاحظنا أنه هناك تجاوب، لاحظنا أنه هناك المواطن متعطش إلى الكلام، متعطش إلى ربما طرح انشغالاته، طرح همومه. والمترشحين أو الذين ساندوا المترشحين، الذين يقومون على الحملات الانتخابية في الميدان، يسمعون بل ينصتون إلى المواطن، إلى احتياجاته، إلى همومه. فأعتقد أنه هناك تجاوب وهناك تفاعل بين ما يطرح في الحملة الانتخابية، سواء الرسائل التي يطرحونها أو الإنصات، يعني عملية الإنصات إلى اهتمامات وانشغالات المواطنين. أستاذ إسماعيل، حسب رأيك، أنت تعلم أن الجزائر أول مرة تعيش حملة انتخابية خاصة برئاسيات شهر أوت، يعني في عز الحر وخلال فترة العطل. حسب رأيك هذه الفترة وأجواء العطلة هل ساهم ربما في الوصول إلى المواطنين بطريقة أسرع وأكثر فعالية أم العكس ربما؟ هو عندما نحب نشخص العملية الانتخابية أو الحملة الانتخابية، نقول بأنه في الحملات الانتخابية في طبيعتها تبدأ بداية تكون تبدأ يعني بحذر وتيرة نوعا ما تكون بطيئة. هذا في الحالة العادية، يعني في أي حملة انتخابية، وهذا هو هذه التجارب أثبتت بأن الحملات الانتخابية تبدأ هكذا. ولكن احنا في حملتنا حملة انتخابية الآن، يعني رغم قلنا يعني الحالة الطبيعية أنها تبدأ بهذا الوتيرة، ورغم الظروف اللي جات فيها كما شرط، يعني جات في وقت في عطل والجو الساخن، لكن ما لاحظناه أن هذا الجو الساخن كانت هناك حرارة أخرى من الجهة المقابلة، أن الجمهور كان فيه تفاعل، كان فيه قبول، فيه وفيه بدائل. الآن القضية ليست يعني نبني أو نجن يعني نشخص الحملة الانتخابية من خلال التجمعات. اليوم الحملة الانتخابية تعتمد على هذا. هذا اللي راه في الشاطئ الآن، اللي راه الآن في الشاطئ أو بعيد على القاعات وعلى التجمعات، عنده راه يتبع. إذن فالقضية اليوم المواطن والجمهور الذي يريد أن يتفاعل مع الحملة يتفاعل معها مع مختلف. ونلاحظ بأن كل المترشحين 3 أعتقد أنهم أعطوه اهتمام لهذا العالم الرقمي. اليوم ما فيش هذا، بالعكس هناك ترويج الرقمي. المديريات الحملة الآن على البرامج 3
الان واضعين هيئات خاصه بهذا الجانب اللي هو العالم الرقمي هذا والمجتمع الرقمي. فاذا ففي الخلاصه نقول بانه هذا الناخب ان لم يتيسر له امر ان يحضر القاعه ويحضر ويتجمهر او يحضر في اجتماع او في كذا يستطيع ان يتابع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يستطيع ان يتواصل من خلال الشاشه. وبالتالي فنقول عموما انا وهذه نظرتي يعني منذ الاسبوع الاول كانت يعني هذا تشخيصي، نقول بان هذا الحمله بدات انطلاقه طبيعيه، يعني رغم ما كان يروج على انها فعلا. ربما لن تنجح على حساب الجو الحار، على حساب الناس تكون في استجمام وخارج الديار، تكون مسافره وكون كل واحد وراها مسافر. اذا ولكن الخلاصه اللي نشخصنها بكل موضوعيه نقول بان الحمله الانتخابيه كانت لها سيروره طبيعيه وفيه تفاعل. الجمهور اليوم نشوفوا نلاحظوا في القاعات التفاعل موجود، النقد موجود. الظاهرة اللي أو العلامة اللي نسجلها في هذا الحملة الانتخابية أنه أنا نشوف الآن ما فيش تشهير، ما فيش سب، ما فيش التلسونات هذا الخطاب الكراهية وخطاب العنصرية والذي كان سائد في فترات سابقة. اليوم شوف فيه صفحات نظيفة، شوف تبع الفيسبوك تشوفنا صفحات نظيفة، اللي عجبوا البرنامج عجبوا، اللي ما عجبوش ما عندوش حتى، أو ينتقدوه بالأساليب الحضارية، بالأساليب التي يتم نقد أي برنامج أو أي نقطة من النقاط. الحاجة الأخرى اللي لاحظها في هذا الحملة أنه خرجنا من صورة البذخ الانتخابي والبهرجة. شفنا يعني كانت في السابق كانت هناك تنافس على السيارات الفارهة، نشوفوا على هذه المنشورات هذه، نشوفوا حتى جدارات العمارة تجدها مغطيها صورة واحدة، صور مثلا تجدها صورة مع صورة صورة مع صورة، وكأنه هذا المترشح أو من يروج له يريد أن يقول بأن هذا المظهر هو الذي يظهر القوة هذا المترشح. اليوم فيه بالعكس، اليوم شوف حتى الأماكن المخصصة للمترشحين ثلاثة كاين بلايص فارغين، يعني تلمو أن الناس وصلت إلى نوع من الوعي والنضج أنه هذا التبذير هذا وهذا المعلقات والملصقات والصور هذه ليست هي باللي هي الفاصل كيف تقنع هذا الناخب. والحقيقة اليوم أيضا حتى الناخب ليس فقط في قضية إقناعه بالبرنامج، قبل ما تمشي مرحلة إقناع البرنامج تمشي أنه تقنعه بأن ضرورة المشاركة في هذه العملية. نعم، بما أنك أستاذ تتحدث عن أهمية الإقناع، العمل الميداني هو آلية ومهمة جدا من أجل إقناع ربما المترشحين أنهم يقنعوا المواطنين أو الهيئة الناخبة ببرامجهم. أستاذ سليمة، حسب رأيك ما هي أهمية العمل الجواري في الوصول والتقرب من المواطن لإقناع المواطنين في البداية للتوجه نحو صناديق الاقتراع كمرحلة أولى ثم اختيار مرشح يعني دون الآخر؟ هو في الحقيقة الخروج الميداني أو والاستماع أو فيس تو فيس مع المواطن مهمة جدا في الحملة الانتخابية. ربما خليني نتكلم، احنا لنا مع المترشح عبد المجيد تبون، قبل الحملة الانتخابية بستة أشهر كانت هناك عملية فيس تو فيس مع النخبة الجزائرية بمختلف أطيافها، سواء في المجال الرياضي ولا المجال الفني ولا المجال السوسيولوجي ولا المجال الاقتصادي، يعني النخب يعني حركة البناء الوطني استمعت إلى تلك النخب وكانت كما تكلمنا فيس تو فيس. ثم لما بدأت الحملة الانتخابية أول نشاط عملته حركة البناء الوطني هو الخروج الميداني إلى ولاية تندوف إلى غار جبيلات والحملة الانتخابية التي أدتها هناك. العمل الجواري بصدد الحديث عما تقوم أو يقوم به الناشطون في الحملة الانتخابية الخاصة بالمترشح الحر عبد المجيد تبون، نتحدث بصفة عامة عن أهمية العمل الميداني في الترويج لبرامج أو برنامج أي مترشح
مهما كان. يعني شوفي هو بشكل عام اي حمله انتخابيه، يعني لو كان نروحوا لاطار نظري الحملات الانتخابيه، اي حمله انتخابيه فيها اربعه مراحل. المرحله الاولى هي مرحله التقييم والاستكشاف، يعني الواحد يقيم البيئه الموجوده سواء البيئه الناخبه او المترشحين او البرامج، ثم يستكشفها، ثم يمر مباشره الى البرامج يعني يبنيها على حساب البيئه، يعني يدير ان دياغنوستيك، يدير تشخيص للحاله، ثم يبني المترشح يبني البرنامج ديالو على حساب البيئه، ثم يبدا في حملته الانتخابيه عن طريق عده وسائل، من ضمنها الخرجات الميدانيه، من ضمنها التجمعات، من ضمنها الفيس تو فيس، الدخول الى المقاهي، الى الاسواق، الالتقاء بالمواطنين، محاوله الاستماع لهم، محاوله استمالتهم، محاوله توصيل البرنامج برامج المترشحين. واعتقد انه الحمله الانتخابيه اليوم في الجزائر فعلا كما قلت الاستاذه منيره انه شهدت حاجه مميزه. الحملة الانتخابية اليوم انطلقت بهدوء، انطلقت وتحس أنه كاين هناك عمل، احنا كنا نتحدث على أخلاقة العمل السياسي. ففعلا في هذه الحملة الانتخابية نتلمس بشائر هذا الموضوع في الجزائر. نعم أستاذ إسماعيل، أعود إليك. ربما تقنيا نتحدث وعمليا، ما الذي يجب أن يميز الخطاب أو خطاب ورسائل العمل الميداني، يعني المترشح أو ممثليه في الميدان، ما الذي يجب أن يميز خطابه لما يكون مع الهيئة الناخبة وجها لوجه أو غير مكان آخر، يعني غير وسائل الإعلام أو منصات أخرى؟ شوفي نهضر بكل صراحة بكل موضوعية، الخطاب المقزز أو الخطاب لغة الخشب والخطاب لبيع الوهم، هذا الذي يستفز الناخب الجزائري. هذه تجربة اليوم، حتى يكون هذا الناخب مقتنع بيك لو تكلموا بهذه اللغة. أي لغة؟ هذا مثلا هذه تاع تو فابيان، ولا مثلا قضية ربما يعني تستغبي هذا الناخب الذي يستمع اليك، تحاول ان تعطيه صوره غير تراوغه. نعم. ولكن لا تصارعه. الخطاب يجب ان يكون صريحا، ان يكون صادقا، ان يكون مبني على حقيقه وعلى واقع، على الواقع الذي نعم وعلى تعطيله تشخص له الصوره بكل وضوح. ما فيهاش الان، ما بقاش يعني لان الناخب اليوم اصبح يقيم هذا وهذا وهذا، وحتى ويقيم حتى الأولويات. اليوم الآن كيشوف مثلا الناخب يقول لك مثلا فيه نقائص، كاين ديزانومالي، ما كانش اللي راها كلش مليح، ولكن الناخب راح يقيم ويدير هذه الأولويات، يشوف باللي اليوم احنا كي نتكلم. وأنا ربما هذا الذي نوجهه لمن يخرج ويتوجه لهذا الناخب، يجب أن ينطلق من هذا، ينطلق على أننا اليوم إذا كنا نتكلم على إصلاح هذا حالنا، راه حالنا فيه زوايا مريضة، وفيه فيه مثلا أطراف التي تعارض هذا التغيير وتريد أن تعيش في هذا العفن. رانا نتكلموا على أخلقت عمل سياسي وعمل نظيف وبعاد المال سواء فاسد ولا نظيف. دروك لازم تكون فرص متكافئة، مش هذا اللي عنده رؤوس أموال يجلب يشري الناخب، واللي ما عندوش معناتها ليس له الحق في ان يشارك او يصبح مترشح. يعني معنى ذلك لازم هذا الواقع يجب ان نقنع به الناخب، ثم ايضا نقنع الناخب على اساس اننا اليوم ان اردنا ان نصلح هذه الاحوال اللي راهي ربما يشوف فيها الناخب باللي هاي جوانب اجتماعيه، جوانب تربويه، جوانب على مستوى خارجي، مثلا هذه النواحي، يجب ان لا يمكن ان تصحح الا عن طريق هذه العمليه. يعني معنى ذلك اذا كنا نريد ان نبني دوله، اول كيان نبنيه في هذه الدوله هي هذا الراس الدوله، وهو مؤسسه الرئاسه. كيف لهذا الكيان ان يصنع وان يعني تبنى هذه الاعمده البيت ان لم نبني هذه القاعده، وهي ان تكون لك مؤسسه رئاسه
خارجة من قاعدة شعبية وخارجة من شرعية شعبية. فهذا الذي نقنعه، نقنع الناخب بأنه إذا كنت حائر على الجزائر وعلى وضع الجزائر شارك في الانتخابات. ما نقولكش أنا انتخب على إكس أو إجراك أو زاد، انت ما عجبوكش هذو اللي طرا هذو البرامج الثلاثه يا سيدي مشي وشارك ودير ودير. لماذا؟ لان هذا المشاركه ستعطي اولا تبني هذه العمليه الانتخابيه ونمشي صح نولوا صح نمارسوا العمل السياسي والعمل الانتخابي. وثم ايضا ان هذا الناخب اللي رانا نشوفه فيه صاحب مشروع ويستحق ان يكون، ما يكونش اونديكابي، ما يكونش فارغ، يروح بقاعدة صلبة، لأن هذا القاعدة اللي يمشي بها وهذا الشرعية الشعبية سيواجه بها أمواج خارجية. هذا الناس اللي كانوا ينتقدوا فينا يجب هذا اللي يخرج لازم جابوا القاعدة الشعبية، جابوا الانتخابات الشعبية، جابوا الشرعية الشعبية. إذن ما نخلي حتى فرصة. والذي وثم أيضا المفاوض هذا الجزائري سواء رئيس الجمهورية أو أي مفاوض جزائري في أي جهة، في الجانب الاقتصادي، في الجانب في أي جانب الجوانب، يكون قوي، يكون عن بقوة، يفاوض بقوة، يعني معنى ذلك يكون سنده قوي. وهذا السند لا يمكن أن يكون، لا يتم إلا عن طريق مشاركة قوية. هذا النسبة اللي لازم يتحمل الناخب الجزائري مسؤوليته. لازم تساهم، لازم تساهم، ما تقولش العمليه محسومه. يا كاين الناس راهم يقولوا العمليه محسومه وخلاص، ولماذا يديرونا في هذا الحرج وهذا؟ يا راجل تتكلم فيها، تارك في الشمبره تاعك تتكلم في هذا الكلام. هذا اللي راه خارج البحار وخارج الحدود ما يتكلمش بهذا المنطق. السي محمد انت مين جيت؟ من تمثل؟ من؟ كيف جيت؟ اي هي الانتخابات؟ ورينا الصندوق. اذا هذا الصندوق يجب ان يكون صحيحا، وما نمشوش للتزوير، يجب نمشي للصندوق حقيقي. هذا الصندوق اللي رانا كامل نتطلع اليه ان يكون صحيحا ونزيها وحلالا، يجب ان تكون هذا الناخب يتحمل مسؤوليته ويمشي ويدلي بصوته. فنرجع للخطاب، يعني قلت لك أن الخطاب هذا اللي ربما يقزز الناخب أو ربما يستفزه يجب أن يبتعد، أن نبتعد على هذا البيع الأوهام اللي مثلا يقول لك ربما. يعني احنا نشوف اليوم فيه برامج ثلاثة، برنامج مرشح حركة حمص، أو برنامج سيد داعش، نعم، الحزب جبهة القوى الاشتراكية. يعني هؤلاء يعرضون برنامج مازال ما يعني هم يعرضوا في برنامج، لكن المرشح الذي كان رئيسا لجمهورية وبدأ في أرضية وبدأ في ورشات ربما عنده عليه يستند، لأنه مثلا بدأ هذا القواعد، بدأ هذا الورشات، بدأ هذا البرامج، وهو اليوم يعرض على أنه لا يمكن لهذه الورشات وهذه البرامج أن تكتمل ويكتمل بناؤها إلا عن طريق فترة ثانية وعهدة ثانية التي سوف يصلح ويصحح ويكمل. سيد، نعم، أنا أقول لك يعني لديهم برامج يمكنهم. لا يهيب، خلينا يذكر. نعم. أنا أقول لك أنا البرنامج المترشح حركة حمص، الأستاذ عبد العالي أو الأستاذ يوسف أو شيش، يعني يقول لك يعني. نعم. معناتها هذه الحقيقة ذرك. نعم. واحد عنده برنامج بدا فيه والآن راح يريد أن يكمل هذا البرنامج ويزيد، فيعني معنى ذلك نقول باللي أن ربما هذا عنده أريحية في التوجيه للناخب أكثر من هؤلاء، لأنهم سيبذلون جهد أكبر في إقناع هذا الناخب حتى يعني يقتنع بهذا البرامج. نعم. نعم. سيدة مديرة، فقط فيما يخص الخطاب. نعم. أعتقد أنه الخطاب تاع الحملة الانتخابية، أي حملة انتخابية بشكل عام، يجب أن يتحلى بالصدق، بالموضوعية، نعم. نعم. بالبساطة، يعني الواحد لازم يوصل الرسالة على حساب القدرات العقلية والنفسية تاع الناخب الجزائري. هذا بشكل عام. لما نتكلموا ربما أنا نتكلم بشكل عام على المترشحين، يعني لاحظت، يعني شفت البرامج ديالهم بشكل عام، لاحظت أنه يعني هناك طموح
في البرامج. لكن لما نتحدث باعتباري أنا جيت اليوم تحدث على المترشح سيد عبد المجيد تبون، لكن نتحدث اليوم بالعموم بشكل عام اليوم. لحظة فقط، نقول أنه السيد عبد المجيد تبون الحاجة التي تميز البرنامج دياله أنه ديجا بدأ في البرنامج دياله، عنده عهدة تاع 5 سنوات حقق فيها إنجازات يراها القاسي والداني. لا نقول أنه توفابيا، لا نقول أننا وصلنا للطوب، لا نقول أننا خلاص حققنا الاكتفاء الذاتي في كل شيء وحققنا الرفاهية للمواطن الجزائري، لكن تحسي كل مواطن جزائري، وأنا أقولها صدقا باعتبار الاحتكاك مع المواطن الجزائري، المواطن الجزائري يحس أنه جزائر قبل العهدة ولا قبل الحراك والحراك المبارك، ما هيش جزائر بعد الحراك المبارك. الجزائر اليوم تحسي فيها الإرادة السياسية للتغيير. الآن أنا أقول لكم بكل صراحة، صحيح أنه ما زال ما وصلناش للطوب، لكن هناك مشاريع اقتصادية تنموية قلعت في الجزائر. نهار تتحدثي على المجال الاجتماعي تلقاي زيادة في الأجور، احنا كنا ضرب من ضروب الخيال أنه الواحد يزيد في الأجور. أنا قلت لك وهذا لهذا اللي راني قلت لك يعني المترشح الحر عبد المجيد تبون يخاطب الجمهور بأريحية، أنا قلت لك يعني هذه فعلا ربما البساطة دياله في لا بأريحية. لماذا؟ لأنه هو بدا راه كاين كونكري كاين ملموس، بينما يعني أنا ماشي يعني راني نقول أنتقد هذا ولا هذا، أنا يقول لك يعني أن الأستاذ عبد العالي أو الأستاذ وشيش يجب أن يبذل جهدا في إيصال وسيلة الإقناع حتى يقتنع الناخب. يعني هذا اللي قلته. يعني ربما الجبار عنده ركيزة أقوى ويستند. ربما لو سمحتي الأستاذة منيرة نجم مدام تكلم الأستاذ الكريم حول يعني انتخابات محسومة. ربما حركة البناء الوطني تقول أنه رهنت على أقوى مترشح، رهنت على أقوى برنامج، رهنت في اعتقادها وفي رأيها على المرشح المرحلة، باعتباره بدا بالجزائر الجديدة واليوم رفع شعار من الجزائر الجديدة إلى الجزائر المنتصرة. فنقول احنا دخلنا معركة الانتخابات بمرشحين عبد المجيد تبون، وعندنا اعتقاد جازم يعني يقينا أن مرشحنا سيفوز. على هذيك احنا قلنا محسومة بالنسبة لحركة البناء الوطني. لا شوف نعم أنا القضية راني نقول لك يعني مش قضية ذوك هذا، انا نتكلم على الناخب هذا اللي يمشي ليبرر لانعزاله السياسي وعزلته السياسيه. يقول لك محسومه على راكم تضيعوا في الدراهم تخسروا في الدراهم والهرج والمرج وكذا. هذا الذي ما يفهم لازم يفهم القضيه مش لعب، ماكش انت رانا دوك حنا رانا هنا في الدائره الداخليه الجزائر ولايات 58 ولايه وخلاص. يا الجزائر ماهيش راهي نقطه في داخل امواج متلاطمه. معنى ذلك انت واش من باي حق انت رجعت للدوزيام موندا راك تقول محسومه؟ خليني استاذ اكمل. معنى ذلك اننا لازم نبني شرعيه، هذا الشرعية لازم تكون بمشاركة قوية. طبعا شوف أستاذي الكريم، من خلال النزولات من خلال فيس تو فيس مع المواطنين، فعلا والله تلاحظ أنه المواطن الجزائري ما راهوش ضد الانتخابات. ربما الحاجة التي تميز الأجواء الانتخابية هذا في الانتخابات 2024 أنه ما كاش مقاطعة كما شهدناها في الانتخابات الفارطة إن شاء الله. سواء من معدنا فقط، سواء من أحزاب أو من منظمات أو كذا. اليوم كل النخب راهي مشاركة في العملية الانتخابية. الآن باقي استمالة هذيك الكتلة الصامتة ولا الكتلة اللي راهي بين وبين. لما الإنسان ينزل إلى الشارع يسمع، يحاولوا هاد المترشحين ينزلوا إلى الشارع ليستمعون للاهتمامات وانشغالات المواطن. لما يكون الأخذ والعطاء، أنني متأكدة أنه ما كاش جزائري ما هوش حايب بلاده يعني تطلع، ما هوش حايب الجزائر تكون في القمة. نعم أستاذة سليمة وصلت الفكرة. بما أننا نتحدث عن العمل الميداني وأهم الفاعلين فيه، لابد أن نتحدث عن السيد عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء. ولما نتحدث عنه ربما باعتبار كل الجدل الذي يصنعه خلال هذه الحملة الانتخابية والتعليقات التي تطال سواء بالسلب أم الإيجاب، أستاذ إسماعيل كيف تعلق على طريقة وربما ولون الخطاب الذي ينتهجه بن قرينة خلال هذه الحملة الانتخابية؟ أنا أعتقد بأن
الخطاب اليوم هذه منافسة، اليوم رانا في منافسة، والمنافسة كيف تكون؟ يكون فيها نقد. المنافسة هذا الذي تنافسه ينتقدك، وانا اعتقد هذا النقد طبيعي، طبيعي ربما يزيد فيه، كاين اللي يزيد يطلع له في لافريكونس، كاين اللي يشوفه عادي، كاين اللي يشوفه راه مبالغه، كاين اللي ربما يقول لك او تهريج، كل واحد وش عنده. طيب انت تعليقك عليه ربما يا استاذ، انا هكذاك حطيتني في موقف ما لا تعليقك لا لا, 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 لا نقول لك انا موقفي انا نشوف فيها حاله طبيعيه. انا اشوف الاستاذ بن قرينة ربما عنده قناعه مقتنع بما يواجه به الناخب الجزائري، وهو يتكلم بهذه اللغه بلغته وبهذا الاسلوب الذي يطرحه، فهو يتميز بهذا الاسلوب، له الحق في ذلك. يعني انت الطرف الاخر الذي ينتقده لانه ينافسه وربما ينتقده من هذه الزاويه، ربما يخلق هذه الجدلية. قضية الحسم مثلا، هذه قضية نقطة الحسم، وربما الأستاذة عايزات تكلمت الحسم هذا، كاين اللي يقول لك انتم مدام حاسمينها على راكم ديروا في الانتخابات، يعني كاين الأطراف اللي تنتقد. فأنا عموما أنا نقول بأن الحملة الانتخابية يجب أن تكون في هذا الجو، هذا جو، هذا يدل على حرارة هذه الحملة الانتخابية. لو كانت باردة ما يكونش في هذه الجدلية، ما تكونش في هذا. فتبقى الأستاذ عبد القادر بن قرينة أو غيره، أستاذ عبد القادر بن قرينة ربما عنده تلك الجرأة وتلك أنه ربما تلقائية أو تلقائية وكذا. فأنا أعتقد بأنها عادي جدا أن تخلق هذه الجدلية، لأن المنافسة وهذه هذا الديمقراطية. هلا شفنا مثلا المناظرات، شفنا بايدن وترامب، شوف يعني حتى نقول واحد المستوى وين كذا. هذه ديمقراطيات عريقة، والناس اللي كاين اللي دايرينها ريفيرونس، شفتي الا ذاك. فيعني كل يوم يجي بن قرينة ربما يبداو ينتقدوا فيه وكذا، انا اعتقد باللي عادي. وانا في نظري انا ربما حتى الاستاذ عبد القادر بن قرينة ينظر هذا القضية هكذا او ناقدوه، فايضا هم يشوفوا باللي فيها في الحمله الانتخابيه، والحمله الانتخابيه ستنتهي. نعم. وان شاء الله والجزائر ستنتصر ان شاء الله. نعم استاذ سليم، شوفي استاذ بونيرا، لو تلاحظين يعني لولو شويه اللور، انتخابات رئاسيه تاع 2019 تجدين انه نفس الخطاب اللي تبناه الاستاذ عبد القادر بن قرينة في حملته الانتخابيه هو نفسه الان في الحمله الانتخابيه لصالح المترشح عبد المجيد تبون. ذكاء منه، وهذه موجوده حتى في حتى في موجوده في الخطاب بشكل عام، انه يصنع الصدمات هي اللي تخلي الواحد ينتبه. ربما كان جزائريين راهم الان في المصيف، راهم ما مستمعين اصلا بالحمله الانتخابيه، لكن لما تصرى صدمه خاصه على وسائل التواصل الاجتماعي، قضيه محسومه، قضيه الشيتا الملفقه، يعني على كل حال هي في الحقيقه ملفقه وفيها اجتزاء اللي ما قاله هو الاستاذ عبد القادر بن قرينة، لكن صنعت واحد الديناميكيه داخل المجتمع الجزائري اللي ما سمعش بالانتخابات يقول لك غير الخروش كاين، واش الشيتا واش قضيه الشيتا واش قضيه كذا. اذا هي طريقة من طرق استمالة الناخبين وجذبهم. نعم. إذن السيدة سليمة بداني، نشكر لك حضورك وتواجدك معنا ومشاركتك في هذا النقاش. سيد اسماعيل خلف الله، النقاش سخن ونحبسنا. شكرا على هذا، إن شاء الله أعداد مقبلة. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الجزء الأول من برنامج مع الحدث، فصل قصير ونعود بكم معنا. عودة إليكم ومشاهدينا، وجدد الترحيب بكم في الجزء الثاني من برنامج مع الحدث الذي سنناقش فيها ونتحدث عن لجنة متابعة التجارة الخارجية التي تم تنصيب أعضائها أمس. نتحدث عن أهمية هذه اللجنة ودورها والمهام المكلفة بها وحتى المنتظر منها. لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة السيد شرياف جمال الدين نوفل، أستاذ بكلية العلوم الاقتصادية والتسيير بدال إبراهيم. دكتور أهلا بك وشكرا على تلبية هذه الدعوة. شكرا على الاستضافة وعلى هذه الدعوة الكريمة. شكرا لك. في البداية أستاذ نوفل، نستهل نقاشنا ربما بالحديث عن الهدف والإطار وحتى السياق الذي جاءت فيه أو تم فيه إنشاء هذه اللجنة. طبعا أولا يعني يجب أن نشير أن هذه اللجنة جاءت لتنظيم وتزويد وزارة التجارة بمختلف البيانات والمعلومات من أجل ترقية وتوفير يعني حماية يعني للمواطنين، للمستهلكين، للمنتجين، يعني كل هذه المتعاملين الاقتصاديين
الداخلين في هذه العملية التجارية والمحاولة تحسين والتطوير بالاستراتيجية الاقتصادية داخل الوطن. وبالتالي يعني نشوف أن هذه الوكالة يعني جاءت يعني ربطت حوالي 16 ممثل على كل وزارة، بالإضافة إلى 12 هيئة رسمية، يعني تمثيل على 12 هيئة رسمية. وهذا ما يخلي أن هناك يعني نية من طرف الوزارة التجارة من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات ودراسة الوضع السوق الداخلي. نرى اليوم أن الجزائر يعني تحاول أو تسعى إلى تنمية الاستثمار ودفع بالمنتوج المحلي من جهة، ومن جانب آخر يجب حماية المستهلك وتوفير مختلف حاجياته من متطلبات الاستهلاكات اليومية، وحتى فيما يخص المنتجين فيما يخص يعني المواد الأولية التي يتم طلبها من الخارج. وحتى يعني حتى نشوف أن وزارة التجارة يعني أصبحت يعني تسميتها وزارة التجارة وترقية الصادرات، وهذا ما يخلي أنه حتى يعني تفتح أفاق نحو التجارة الخارجية من فتح يعني تسهيلات. ويكون كل هذا يعني في شقيه، يعني شق الصادرات من جهة وشق الواردات من جهة. فيما يخص في مجال يعني شق الواردات، يعني نتكلموا على الطلب الوطني أو الطلب الداخلي، يعني من خلال ربط بين مختلف هذه 16 وزارة، يعني على حسب ترتيب، على حسب أهمية تحال، على حسب الطاقة الإنتاجية ونوع المنتوجات التي تقدمها، يعني يكون هناك تنسيق فيما يخص يعني عملية يعني جلب يعني المنتوجات يعني الأجنبية، أو فيما يخص يعني عملية تصدير المنتوج الوطني نحو الخارج من خلال يعني جمع مجموع المعطيات فيما يخص الكمية والنوعية من مختلف هذه الوزارات، ومحاولة التنسيق وتبني استراتيجية واضحة فيما يخص التجارة، وذلك من خلال مختلف الوزارات. اليوم كي نتكلموا مثال، ناخذ مثال على وزارة الفلاحة. إذا كانت وزارة الفلاحة يعني عندها منتوج معين، يعني تتوقع أنه كمية الإنتاج يكون هناك وفرة ويغطي الطلب الداخلي، الآن يعني سوف يكون العمل على تجهيز يعني رواق نحو التصدير نحو الخارج. هذا من جهة. من جهة أخرى حتى فيما يخص يعني تعريفات الحماية الجمركية، فيما يخص يعني نذكر على سبيل المثال الدابس، وهو يعني التعريفة الجمركية التي تخص يعني حماية المنتوج الوطني. هذا ما يخلي أنه نعرف إذا تولد تصبح يعني كيف يعني التغيير، وتكون يعني المرونة في هذا التعريف على سبيل المثال، من خلال يعني السماح لعدم يعني تفريغ السوق الوطني. يعني ليس أنه عندما نقول أنه يعني نتوقع هذا المنتوج يعني ينتج في الجزائر سوف يغطي الطلب الداخلي، يعني نقوم بحمايته مباشرة، لكن سوف يتم يعني توزيع حصص على حساب يعني المنتوجات الموسمية، يعني من جهة، ومن جهة أخرى عندما تكون خارج الموسم يعني نفتح المجال نحو استيراد تلك المنتوجات. أيضا فيما يخص المواد الأولية، يعني هناك بعض المواد على سبيل المثال الخشب، يعني اللي ما تشوش في الوطن، يعني هناك عدة يعني مواد أولية التي تحتاجها يعني العملية الإنتاج. وهذا فيما نخص بذلك أنه يعني هناك يعني عملية يعني من خلال دعم الاستثمار الوطني والاستثمار المحلي، من خلال يعني مشروع أو من خلال يعني تم تجسيده الآن يعني قانون الاستثمار، بالإضافة إلى وكالة يعني دعم الاستثمار المحلي، بالإضافة إلى يعني فتح فروع يعني جديدة في البنوك فيما يخص التمويل الإسلامي. يعني أصبح الآن نحو المستثمر المحلي أو المنتج المحلي عنده خيارات عند مختلف الصيغ الإسلامية. هذا ما يخلي أنه نتوقع أنه الاقتصاد الوطني سوف يمر ويعني يكون هناك إنتاج يعني كبير. هذا ما يسمح لنا يعني حماية هذه المنتجين من عدم يعني خسارة، يعني يجب أن تكون يعني مساهمة ومرافقة لهذا الإنتاج، يعني نحو توزيع نحو الوطن وحتى نحو الخارج. وهذا ما سوف تعمل عليه هذه الوكالة. نعم أستاذ نوفل، تحدثنا
عن السياق والهدف من إنشاء هذه اللجنة، لو تحدثنا الآن ربما عن الدور والمهام التي ستتكفل بها هذه اللجنة والآليات التي ستعمل من خلالها. طبعا يعني من كما شفنا يعني سابقا يعني في العهدة السابقة يعني كان دائما يعني الدعم أو عملية الرقمنة، نعم، باش نوجدوا التركيز على يعني التركيز على الرقمنة على الشباك الموحد، نعم. يعني هذه الأهمية أو هذا الدور، يعني عندما نجمع يعني مختلف الممثلين لكل الوزارات هذا يخلي يسمح لوضع يعني يكون هناك شباك موحد للمتعاملين نحو في محاولة يعني التصدير نحو الخارج من خلال يعني تبني مجموعة من القواعد والآليات التي تسمح بتحديد يعني يجب أن يكون يعني ضمان توازن في السوق الوطني، يعني سواء لكل الأطراف من جهة، ومن جهة أخرى حتى فيما يخص يعني نحو التجارة الخارجية. ومن بين مهامها هي جمع يعني كل المعطيات المعطيات، وحتى يعني يكون هناك إثراء في مختلف يعني المفاوضات وفي مختلف الاتفاقيات يعني مع يعني الشركاء الأجانب. يعني كل هذه من بين المهام التي تسمح بها هذه اللجنة، يعني متابعة التجارة الخارجية، وهذا ما يكون يعني تكون هناك يعني حتى يعني سياسة يعني استباقية احترازية يعني لمتابعة يعني الأسواق العالمية في مختلف الأسعار. يعني مش حنشوفوا يعني من بين أهداف هذه اللجنة يعني مش حنلتمسوا يعني الندرة أو ارتفاع الأسعار يعني مباشرة عندما حتى ينصدم بها المستهلك يعني في المحلات أو في أسواق التجزئة، بل يعني من بين مهامها هي متابعة ومراقبة الأسواق العالمية، نعم، التنبؤ ربما بالأزمات والندرة وقبل وقوعها، طبعا الندرة وحتى في تغير الأسعار يعني في الأسواق العالمية، وهذا ما يخلي أنه يسمح للحكومة باتخاذ التدابير اللازمة المسبقة لعدم الوقوع في مثل هذه الظروف فيما يخص يعني حتى لا يعني محاولة المحافظة على التوازن السوق والوفرة واستقرار الأسعار يعني تاع كل المواطنين. هذا ما يخلي يعني يكون هناك يعني سياسة يعني ثبات في الأسعار وفي حتى الولوج إلى أسواق جديدة، التعرف على منتجين يعني جدد، يعني كل هذه ما يسمح بمحاولة يعني تقريب يعني كل المتعاملين الأجانب والمتعاملين الداخليين. نعم، هناك ربما أيضا التقييم الدوري للمعطيات المتعلقة بالتجارة الخارجية، وأيضا اقتراح تدابير جديدة تتعلق بترشيد الواردات. زلنا سيد نوفل وزير التجارة طيب زيتوني كان قال أو صرح وكشف خلال تنصيب أعضاء هذه اللجنة أن الميزان التجاري سجل خلال 17 الأولى من سنة 2024 فائضا قدره 3.75 مليار دولار أمريكي، واضح لنا قيمة الواردات بلغت 26.62 مليار دولار، بينما قدرت قيمة الصادرات ب 30.36 مليار دولار. أكد طيب زيتوني أن هذه الأرقام تشير إلى تحد كبير يتطلب من أعضاء اللجنة العمل الجاد لتجسيد خطة خاصة بإعادة رسم معالم سياسة خارجية أو سياسة التجارة الخارجية. كيف حسب رأيك ستتابع أو ستنفذ هذه اللجنة الخطة التي يتحدث والتي تحدث عنها طيب زيتوني وزير التجارة؟ طبعا يجب أن نشير أولا أنه فيما يخص يعني الميزان التجاري وهو حساب من حساب ميزان المدفوعات التي يعني سبق وكان يعني يحقق يعني عجز مدة 8 سنوات منذ 2014، وفي السنوات الأخيرة يعني حسب تقارير يعني محلية وتقارير يعني دولية أشارت أنه هذا الميزان المدفوعات وحساب التجاري أصبح يعني يحقق فائض. هذا ما يخلي أو هذا ما يبرز أن هناك اختلاف وتغير في منهج السياسة الاقتصادية للجزائر التي كانت تعتمد يعني سابقا فقط على الاستيراد، وكانت يعني الجزائر تعتبر يعني كسوق لكل المنتجات بدون يعني مراعاة شروط السلامة لكل
للمستهلك لحماية المنتج بدون دراسة حقيقية. بدون نعم. دراسة حقيقية يعني ما كان لم يكن هناك يعني لما تحتاجه الجزائر والسوق حتى الجزائرية للسوق فعليا. الجزائرية للمنتج الوطني يعني كل هذا خلى أنه يعني كانت في حالة يعني فوضى. في حالة يعني فوضى ومؤخرا يعني أصبحت يعني هناك تغيير في هذه السياسة والتوجه نحو يعني الترتيب من خلال القضاء على المستوردين المزيفين يعني كما سبق تصريح عليهم يعني كانت الناس يعني تضخم الفواتير تقوم بتهريب العملة الأجنبية نحو الخارج يعني كل هذه الإجراءات يعني أو هذه المعالم يعني أصبح يعني تغييرها نحو بناء اقتصاد يعني فعال واقتصاد مبني على الإنتاج المحلي والمنتج الوطني وكل هذه ليس يعني فقط فيما يخص يعني تسجيل يعني حساب تجاري موجب يعني كل موعد ما يكون عندنا منتوج محلي سوف يخلق يعني فرص عمل سوف يقدم يعني قيمة مضافة لكل المتعاملين يعني من المستهلكين يعني سوف يفتح يعني عائلات جدد يعني بدخل يعني توفير يعني مداخيل وهذا ما رأيناه يعني في محاولة أو في عملية يعني استرجاع حوالي أكثر من 51 يعني هيكل يعني هيكل يعني صناعي يعني كل هذا سوف يدفع بزيادة وارتفاع المنتوج الوطني وما يخلي أنه يعني سوف يقوم ب يعني تغطية يعني السوق المحلي وسوف نشهد يعني ممكن يعني ميزان تجاري سوف يسجل يعني أرقام أكثر يعني في نهاية السنة وهذا ما يخلي أنه يعني تم يعني تحكم وفي فاتورة الاستيراد وفاتورة الواردات التي يعني كانت يعني تكون لم تكن ممنهجة ولم تكن تحترم يعني يعني كل الظروف والسوق المحلية الآن يعني سوف تعمل هذه اللجنة يعني بعد عملية يعني نقاهة يعني هذه المتعاملين سوف تعمل هذه اللجنة على يعني دراسة يعني الاحتياجات الفعلية للسوق الوطني من خلال يعني مختلف المنتجات ومختلف يعني المستهلكين سوف سواء كانت توجه مباشرة إلى الاستهلاك النهائي أو كانت توجه نحو دورة يعني الإنتاج ودورة الاستغلال هذا ما يخلي أنه سوف نسمح بتوفير يعني يعني المواد الأولية والمواد الاستهلاكية للمواطنين من أجل يعني الرفع من تحسين هذه العملية الاقتصادية من جهة وأيضا يعني توفير يعني كل السبل ل يعني دعم الاستثمار المحلي وطبعا سوف تعمل يعني كل هذه القطاعات من خلال يعني إنشاء وفتح يعني طرق أخرى وقنوات جديدة نحو التصدير سواء كانت التصدير نحو الـ يعني أوروبا أو حتى نتكلم اليوم على سوق يعني سوق هو سوق جديد وسوق فعال اللي هو السوق الإفريقي وذلك من خلال يعني أنا أشوفه يعني يتم إنشاء يعني رابطة يعني خط يعني سيار إلى موريتانيا وهو خط الماس يعني الهدف تاعه هو التوجه إلى يعني كل إفريقيا وهذا ما يخلي أن الجزائر يعني سوف يكون هناك طلب يعني كبير على منتجاتها هذا ما يخلي أنه يجب تبني أو يجب يعني إنشاء من مثل هذه اللجان التي تسعى إلى تنظيم وترتيب كل هذه العملية وخاصة أن نقول يعني من بين المهام هذه اللجنة هي محاولة يعني جمع مختلف المعطيات ومعطى مختلف المعلومات وذلك من أجل يعني إنشاء يعني قاعدة بيانات رقمية التي تسمح لنا أولا يعني بالتنبؤ وأيضا حتى بدراسة السوق بدراسة يعني توزيع أو توزع المنتوج المحلي يعني يجب أن نعرف عندما تكون يعني وزارة من بين الوزارات عندما نتكلم مثال يعني وزارة الصناعة لديها علم بمختلف المنتجات ومختلف المصانع الموجودة في القطر الوطني وذلك ما يسهل عملية اللوجستيكية لفتح خطوط يعني جديدة لعملية النقل. نعم مدن أستاذ نوفل وزيرة التجارة طيب زيتوني دائما خلال تنصيب أعضاء هذه
اللجنة كان شدد على ضرورة تفعيل ما اسمها اليقظة الاقتصادية والتوجه أو توجيه سياسة التجارة الخارجية بما يخدم مصلحة البلاد، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والاستراتيجية التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم. أستاذ، ما الذي كان يقصده ربما الوزير باليقظة السياسية، وكيف يمكن تفعيلها، ولما ربطها بكل هذه الأحداث الجيوسياسية التي يعيشها العالم طبعا اليوم؟ يعني مؤخرا يعني في سنة 2023 بعد يعني موجة يعني كورونا، يعني شاهد العالم يعني ارتفاع في أسعار المواد الأولية، ايضا يعني شهد يعني تباطؤ نمو في عديد من الاقتصاديات وركود، يعني حتى في الاقتصاديات الاوروبيه يعني سجلت حوالي يعني معدلات نمو تقل عن 2%. هذا ما يخلي انه يعني هناك تغير الاوضاع الجيوسياسيه والاقتصاديه العالميه، يعني يمكن ان يتم يعني بروز يعني منشات اقتصاديه او توجهات او هياكل اقتصاديه جديدة. يعني الآن اللي نشوفه أنه حتى في معدلات التضخم، يعني معدلات التضخم يعني شهدت يعني معدلات التضخم يعني مرتفعة في الدول المتقدمة، العكس الدول النامية مثل ما نذكر أنه الجزائر أو حتى يعني بعض الدول الأسيوية يعني سجلت يعني أرقام يعني متحكم فيها من خلال التضخم ومعدلات نمو مرتفعة. هذا ما يخلي أن نقول أنه يعني يمكن أن متابعة كل هذه الأحداث وهذه الأوضاع الجيوسياسية التي تسمح للجزائر باختيار يعني شركاء يعني جدد، يعني دائما بسياسة ومبدأ رابح رابح التي يحقق يعني دائما المنفعة الاقتصادية للجزائر وللمواطن الجزائري. يعني عكس ما رأيناه يعني سابقا، يعني ممكن أنه كانت يعني اتباع بعض السياسات أو بعض العقود، أو كانت يعني حتى الاتحاد الأوروبي يعني مؤخرا يعني صرح أنه الجزائر يعني أصبحت لا تستقبل يعني منتجاته، بحيث أنه الجزائر يعني كانت يعني سوق يعني كان يعتبر يعني كسوق سوق مباشر يعني يوجه فيه أو يصرف فيه كل منتجاته. اليوم يعني الجزائر يعني تحاول تتبنى يعني سياسة اقتصادية فعالة وشراكات اقتصادية فعالة مع كل المتعاملين أو كل الدول التي يعني تحترم يعني مبدأ رابح رابح، وتفتح القنوات حتى نحو المنتجات الجزائرية. يعني احنا لا يمكن أن نخص بالذكر، خاصة كما نقول أن دائما يعني نذكر أن الاتحاد الأوروبي كان يعني في سابقا لا يستقبل المنتجات الجزائرية، يفرض يعني ضغوطات، يفرض عراقيل، كل هذا ما يخلي أنه يعني الآن سوف يتم يعني مراجعة هذه الاتفاقيات التي تسمح بإنشاء يعني اتفاقيات يعني تكون في صالح الجانبين. وكل هذه اليقظة تسمح لنا بالإنشاء ودخول أسواق عالمية جديدة، يعني أسواق تكون أسواق عذراء، يعني تسمح لنا بالدخول لها والاستفادة من الإمكانيات. واليوم أنه المنتج الجزائري يعني بمؤسسات خاصة في دعم ومؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هذا ما يخلي أنه أصبح يعني هناك يعني روح للابتكار وبروز بأفكار جديدة والولوج إلى أسواق عالمية جديدة. هذا ما يخلينا أنه هذا الدور تاع هذه اللجنة هو محاولة يعني جمع كل قاعدة البيانات وتوفيرها للمتعاملين من أجل يعني الولوج إلى أسواق جديدة أو انتهاز يعني فرص التي تخدم يعني كلا الأطراف. نعم، إذن مثل ما تحدثت أستاذ، كانت هذه اللجنة تضم ممثلين عن 16 قطاعا وزاريا و12 هيئة رسمية. ما هي أهمية تفعيل وإشراك كل هذا العدد من القطاعات والهيئات الرسمية؟ طبعا يعني احنا نتبنى أو تبني هذه السياسة وهذه اللجنة التي يكون فيها إشراك مختلف الوزراء، يعني يكونوا كشركاء في اتخاذ القرار، ولا يكون اتخاذ قرار على حساب قطاع معين. عندما نتكلم على قطاع، يعني قطاع يضم يعني مجموعة من المنتجين، مجموعة من المتعاملين، كل هذه ما يخلي أنه يكون إشراك في اتخاذ القرارات. اليوم يعني باش نشوفوا يعني يكون حتى القرار قرار مشترك،
مش راح يكون يعني هناك قرار من التجارة، وزارة التجارة يكون في اتجاه ومن وزارة أخرى في اتجاه آخر الذي يعرقل هذه العلم العملية. يقول لو كان يعني تفرض يعني هناك قيود جديدة وتكون هناك توجه مثال لوزارة الصناعة في التوجه أو تصدير المنتجات نحو الخارج، هذا ما يخلي أنه يتم من خلال هذا الإشراك كل هذه الوزارات والهيئات بتوفير المعلومة والمتاحة وإشراك مختلف الوزارات من أجل اتخاذ قرارات سليمة، قرارات مبنية على دراسة يعني المحيط الداخلي والمحيط الخارجي، والتي يكون من خلالها يعني نستفيد ويكون هناك يعني عوائد من خلال يعني مخرجات هذه القرارات تعود بالمنفعة العامة وحماية المستهلك من جهة وحماية المنتجين وكل المتعاملين، وخاصة وحتى يعني حماية الخزينة العمومية من يعني كل هذه التبذير، كما حتى فيما يخص يعني دائما نعود نرجع إلى يعني هذه العملية، عملية الإشراك مختلف الوزارات، وذلك من خلال يعني في بعض الأحيان يعني تكون وزارة من الوزارات أو يعني عندها منتوجين يحتاجوا نوع من أنواع الآلات أو مادة من مواد أولية التي لا توجد أو يشترط أو يعني استيرادها من الخارج، يعني يكون هناك إشراك هذه المجموعة والخروج بقرارات من أجل يعني فتح وتسهيل عملية الاستيراد. نفس الشيء إذا كان عندنا يعني فيما يخص يعني بعض المنتوجات الموسمية، يعني حتى في وزارة الفلاحة أو وزارة أخرى يعني يتم يعني معرفة يعني توقع أو تنبؤ بحجم الإنتاج، إذا كان هذا الإنتاج هو إنتاج يعني كبير كما نخص بالذكر يعني مثل منتوج الطماطم، إذا كان يعني منتوج من هذه المنتوجات لا يمكن يعني الحفاظ عليه في غرف تبريد يعني في مدة أو التخزين تاعه في مدة يعني كبيرة، وبالتالي يجب يعني يكون هناك إشراك وتعاون بين مختلف هذه الهيئات من أجل يعني توقع في بمجرد يعني أو جمع محصول أي منتوج من هذه المنتوجات يكون يعني توفير و إجراء مختلف، اتخاذ مختلف الإجراءات من أجل يعني توزيعه أو ترويجه في مختلف الدول الأخرى. هذا ما يخلي أنه هذه النقطة هي نقطة جد مهمة فيما يخص إشراك مختلف القطاعات الأخرى. وهذا من أجل أن يكون يعني القرار قرار مشترك وليس قرار حيادي من طرف آخر ثم لا يخدم المصالح أو يكون هناك عرقلة بدون نية من طرف قطاعات أخرى. وهذا ما يخلي أنه هذه اللجنة نتوقع منها أنه تكون يعني المخرجات تاعها أو النتائج تاعها يعني تكون فعالة طبعا مع تفعيل مختلف الإدارات. نعم، بما أنك تحدثت عن النتائج أستاذ نوفل، ربما ما هو المنتظر من هذه اللجنة ومتى يمكن أن تبدأ نتائج عملها وثمارها في الظهور؟ طبعا يعني اولا يعني نقيس هذا العمل او هذه مخرجات اللجنه على ثلاث ازمنه. اولا نقيسها على المدى القصير الاجل، وهو فيما يخص اتخاذ الاجراءات اللازمه فيما يخص المنتوجات الوطنيه او الاستهلاك الوطني فيما يخص يعني حمايه المستهلك وتوفير مختلف المنتجات الوطنيه او المنتجات يعني للسوق الوطنيه وتغطيه الطلب المحلي. أيضا يعني من خلال إشراك مختلف هذه اللجان أو مختلف الوزارات، يعني هذا ما يخلي أنه سوف يعمل على تبني سياسة اقتصادية واضحة تعمل على دعم الاستثمار وفتح مجالات بأجل يعني ترويج هذه المنتجات نحو الخارج، وحتى يعني يكون هناك عمل مشترك ومتقن، وحتى يعني نقدر نقول انه من بين هذه الآليات او من بين الأهداف يعني يمكن الوصول الى تحقيق رقمنة يعني شاملة في مختلف المجالات، لانه يعني العامل او الحلقة التي تربط بين مختلف القطاعات هي المعاملات التجارية، وبالتالي المعاملات التجارية يجب ان تكون يعني مرقمنة ومحافظة على جميع البيانات من حيث الكميات والأسعار. هذا ما يخلي أنه نتوقع أنه
يكون الله. عمل هذه اللجنة هو يعني ثمارها تكون جيدة إن شاء الله. هدنا السيد شريف جمال الدين نوفل أستاذ بكلية العلوم الاقتصادية والتسيير بدال إبراهيم، شكرا على إثرائك لهذا النقاش. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج مع الحدث. نشكر لكم دائما طيب الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.